الله، حابك نبهكم على شغلة صغيرة بالشتوية. اللي عنده قلب صيد مثلا لازم يحافظ عليه من برد الشتاء، وإلا بفيق بكير بلاقيه. يعني ممكن شي نهار تفيق الصبح تلاقيه من البرد ميت، مثل ما صار معي من شي 4 سنين لقيته مقرعب من البرد. ممكن إذا عندك بيت صغير تعمله على السطح تخميه، أو تعمل له بيت على الدرج، أو يعني زبط له محل. هاي عدة الصيد، غرفة الصيد الخاصة فيني الصغيرة، بدلي عدي كذا كاملة. شو بيخطر على بالك عندي؟ عندك هون السيد بيل، بيل مظبط له قعدي، أيام اللي بحس فيه برد مظبوط مغطي. طبعا هاي ضمن غرفة الصيد تبعتي، ما بيتحرك، مع ذلك شوفوا بردان عم يرجف. حاول أمن له وسع غطا، حرام معوني عطاقين ظبط لي. والسلام عليكم.